والنجاح والمزيد من التقدم بهذه التحديات وهذه المنافسات. أشواط المهجنات ينطلق بحفظ الله ورعايته، وهناك الانطلاقة مع مقدمة الشوط وأول المراكز. نوفلي حمد بن سلطان بن سيف المنصوري يتواجد على مقدمة الشوط، يلي مباشرة المركز الثاني شهرة لحمودة بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. للسيد حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري متواجدا مع شهرة اللي تحتل المركز الثاني وتحمل الرقم 2. المركز الثالث هناك سدوة لحمد بن ناصر بن حمد النعيمي متواجدا بانطلاقة السدوة محتل المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع الشاهينية لراشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، وخامسا تصل سيطرة لحمد بن الضعي بن حمد بن غدير الاكتبي. المركز السادس، المركز السادس اللي وصلت الخوارة لعتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي، الخوارة لمحمد بن عتيق بالعرطي اللي تحتل المركز السادس. المركز السابع الله السياد لسالم بن علي بن سلطان السموسي مع 21، لكن اللي السيد مكتوم بن الشيبة السبوسي مع السياد اللي تحتل المركز السابع. المركز الثامن هناك الضبي لعبد الله بن علي بن نواس الاكتبي، والمركز التاسع اللي وصلت الشايب لسالم بن محمد بن سهيل العامري، وعاشرا وصلت مشاهدينا الكرام الناوية لسعيد بن راشد بن سيف الشعالي. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، هذه العشر المراكز الأولى، العشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق المتميز لهذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة في مقدمة الشوط، متنافسين على المراكز الأولى. لكن شهرة، شهرة من انطلقت مشاهدينا متابعينا الكرام مع مقدمة الشوط للسيد حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظهري متواجدا بانطلاقته واندفاع. شهرة على المركز الأول بسيطرة متميزة صباحية ضمن منافسات المراكز الأولى والشعارات الحاضرة في هذا المهرجان الختامي. الله يا الشعار، الله يا الشعار الاقتصادي المتواجد على مقدمة الشوط بانطلاقة شهرة، شهرة مع المركز الأول. هذه الاندفاعة وهذه السيطرة مع شعار حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يتواجد باندفاع شهرة مع المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام بتحديات هذه الأسامي، لكن نوف لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري يتواجد أيضا بمنافسة شهرة مع المركز الأول والمركز الثاني، لكن المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام هناك سدوة لحمد بن ناصر بن حمد النعيمي أيضا ينضم مع المركز الأول والثاني. هذه الثلاثية وهذه التحديات، لكن أسياد اللي واصل، أسياد الله يا أسياد لمكتومة بن الشيبة السبوسي يتواجد باندفاع أسياد على المركز الثالث والمركز الرابع، ومادة الزعفران على أسياد اللي تحتل المركز الرابع. المركز الخامس الشايبة لسالم بن محمد بن سهيل العامري. يا سلام، هذه الخمسة المراكز الأولى. والمركز السادس وصلت الشاهينية لراشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي مع المركز السادس. المركز السابع سيطرة لحمد بن الضعي بن حمد بن غدير الاكتبي. يا سلام، مشكور يا ابو سلطان، لكن اعود الى اسياد. اسياد مع مقدمة الشوط لمكتوم بن الشيبة السبوسي يتواجد هذا الشعار على مقدمة الشوط
انطلقت اسياد، سيطرت اسياد، حافظت على المركز الاول ومحافظة على المادة اللي على راسها، اللي على راسها الزعفران. يا سلام يا سلام، هذه اسياد، وانطلقت اسياد من هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام لمكتوم بن الشيبة السبوسي. يا سلام، هذه مشاهدينا الاعزاء انطلاقة اسياد، لكن الشايبة، الشايبة تلاحق اسياد، الشايبة مع المركز الثاني لسالم بن محمد بن سهيل العامري متواجد بانطلاقة الشايبة. لكن ارى مشاهدينا متابعينا الكرام وصول، سيطرة، سيطر مع المركز الرابع، سيطر لحمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي. مشاهدينا متابعينا الكرام، وسدوة، وسدوة لحمد بن ناصر بن حمد النعمي مع المركز الرابع والمركز الخامس الشاهينية لراشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي. لكن أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع أسياد، أسياد والشايبة، أسياد والشايبة، هناك سيطرة مع المركز الثالث. إذن الثلاث المراكز الأولى في موقع واحد، في موقع واحد، لكن أسياد، أسياد مع المركز الأول، أسياد مع المركز الأول، وسيطرة، سيطرة، ودها تسيطر، ودها تسيطر على هذا الشوط. أيضا سيطرت على الشوط، انطلقت سيطرة وأسياد في هذه اللحظات. الله، يا سيطرة لحمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي متواجدا على مقدمة الشوط مع المركز الأول مشاهدينا إلى عزاء، وسيطرة هناك في المقدمة سياد لمكتوب بن الشيبة السبوسي. يا سلام، الشايبة لسالم بن محمد بن سهيل العامري. الثلاث المراكز الأولى، الثلاث، هناك سيطرة، 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 الشايبة، الشايبة، اللحظات الأخيرة، اللحظات المتبقية على نهاية الشوط، الشايبة. يا سلام يا سلام، الشايبة، وسلام لند الشبه مع فوز الشايبة في المركز الأول. تهانينا وألف مبروك مشاهدينا متابعينا الكرام على فوز الشايبة لسالم بن محمد بن سهيل العامري لفوزها في المركز الأول وحصولها على ناموس الشوط المركز الثاني، وكان من نصيب السيطرة مع المركز الثاني حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير. المركز الثالث أسياد حصلت على المركز الثالث اللي هي سيد مكتوم بن الشيبة السبوسي. المركز الرابع، المركز الرابع الشاهيني لراشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، والمركز الخامس سدوة مع المركز الخامس لحمد بن ناصر بن حمد النعيمي. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا وألف مبروك، تهانينا لسالم بن محمد بن سهيل العامري على فوز الشايبة في المركز الأول، وتوقيتها الزمني 9:14 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن محمد بن سهيل العامري على فوز الشايبة في المركز الأول والمركز الثاني، وكان من نصيب السيطرة. وبالفعل السلام يذهب لند الشبه وللسيد سالم بن محمد بن سهيل العامري. المركز الثاني كان من نصيب سيطرة، توقيتها الزمني 9:14 ست أجزاء من الثانية. تهاني لحمد بن ضعيف بن حمد بن غدي الاكتبي. المركز الثالث وصلت أسياد، وتوقيت المركز الثالث يا مخرجنا اللي حصلت على المركز الثالث 9:14 تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمكتوم للشيبة السبوسي، تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام.